جزاكم الله خير يا شيخ. تنتشر في العالم أفكار الداعشيين، فهل هذا دليل على النقص في تبليغ دعوة السلفية من السلفيين؟ لا شك في ذلك، لأن السلفيين لا يواجهون داعش فقط والقاعدة، إنما يواجهون سيلا يارفا من الأفكار. فهم يواجهون الروافض بأنواعهم، يواجهون جماعة الإخوان المسلمين، ويواجهون التبليغ، ويواجهون الجماعات التكفيرية مختلف أنشطتها وأنواعها، يواجهون الليبراليين، يواجهون الألبانيين، يواجهون الفساق والدعوة إلى التحلل والانحراف، ولذلك يواجهون كما هائلا من الفكر المنحرف، سواء كان في سبيل الشهوات أو في سبيل الشبهات. وفي الحقيقة أن الجهود السلفية التي جعلت في مقابل الإخوان والدعوات الداخلية هي التي أثرت على يعني الدعوة السلفية في مواجهة الأعداء من الخارج.